بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بخصوص الاثار المسروقه من مصر، من المسؤول عن سرقه هذه الاثار؟ وما هو الحل؟ وكلامي بخصوص الكلام الدكتور زاهي حواس عن الاثار الموجوده في معرض اللوفر في الامارات. طبعا احنا عايزين نتكلم بصراحه ونتكلم بكل وضوح. المساله محتاجة تدقيق ومحتاجة إنصاف. أولا، الآثار المسروقة من مصر هي ليست في الإمارات فقط، بل هي في بريطانيا وفي فرنسا، في آثار كثيرة جدا جدا مسروقة من مصر في عدد كبير من دول العالم. في آثار موجودة، آثار مصرية، والآثار دي ليست مسروقة من قبل مثلا خروجها بطريق غير شرعي أو عن طريق التهريب، وحتى تجارة بعض المصريين اللي هم بينقبوا عن الآثار. طبعا مصر لها حق أن تسترجع كل هذه الآثار التي خرجت من مصر بطريق غير مشروع، يعني خرجت بطريق غير رسمي. خلينا بصراحة، يعني في أخ بحريني طلع يتكلم عن الآثار المصرية المسروقة والإمارات وما الإمارات، وأنا أتفق معاه في جل كلامه عن هذه المسألة، واختلف معاه في مسألتين مهمتين جدا جدا. اول مسألة، وهي مسألة ان هذه الاثار ان الامارات لا ما ترجعهاش، كان هذا كلام طبعا يعني لا يقوله عاقل فضلا عن ان يقوله انسان. يعني انت يعني لماذا تقول لا ترجع هذه الاثار؟ هذه ليست ملك للامارات، حتى لو هي واخداها يعني ايجار من معارض اخرى او من فرنسا او من اي حتة تانية. قطعة الآثار الموجودة في الإمارات إذا كانت ليست يعني إذا كانت غير رسمية وخروجها من مصر غير رسمي، فهي هترجع رغم أنف أي أحد. ده حق مصر في هذه الآثار المصرية. أنا أختلف معه في هذه المسألة. الحاجة الثانية اللي أنا أتفق معه فيها، قال إن مسألة إن الآثار دي متورط فيها مسؤولين في مصر، في المطارات، في المعابر البرية، المعابر الجوية، المعابر البحرية، أيا كان يعني. وطبعا ذكر قصة الوالدة ولما زارت المتحف المصري، وإن في العامل في المتحف المصري حب إن هو يعطيها أي شيء من الآثار. طبعا ده عدم وعي عند هذا الموظف، أو إن هو يعني إنسان يعني لا يعرف قيمة هذا الذي يعني يريد بيعه. فأنت بتكلمني عن قصة لوالدتك، الله أعلم يعني كنت صادقا أم كاذبا، فيعني لا نصدقك أيضا ولا نكذبك. ولكن على كل حال، هذا الموظف يعني لو فرض ان هو هيبيع لها حاجه زي كده، فهي اكيد كانت داخله المتحف ومسجله ومدونه، فازاي هيبيعها لها؟ ازاي هيبيع لوالدتك حاله او سلسله او حاجه؟ عموما هذه المساله ترجع يعني اعتقد انها صعبه شويه، ولكن ان حدث هذا فممكن تكون حاجات ما تدونتش، فده بيبقى اهمال من القائمين على المتحف المصري او على الاثار المصريه. المهم ما علينا، السبب في كل ده شيئين. السبب ان الموظفين نفسهم اللي هم على الاثار، الموظفين اللي على الاثار اللي هم بيحرسوا الاثار بياخدوا مرتبات ضعيفه، المفترض ياخدوا مرتبات قويه جدا على اساس محدش يقدر يغريهم ويفتنهم باموال عشان يبيعوا هذه الاثار. الاثار كمان المفروض تدرج في دفتر ومعروفة كم قطعة وتتصور وتبقى ويتراجع عليها، يعني مش مسألة كده وخلاص، يعني تبع وزارة السياحة، تبع المتحف المصري، أيا كانت، المفروض هذه الآثار مدرجة ومسجلة وتراجع. المسألة مش سايبة، يعني عشان خاطر إن واحد يبيع قطعة زي مثلا حلق ولا سلسلة ذهب ولا تمثال صغير ولا مش عارف إيه، هل هذا ليس مدرجا مثلا؟ يعني كانت سايبة كده خلطبيطة، هذه المشكلة كبيرة جدا. فأنا بقول إن السبب الرئيسي والأول سببان، أولاً إهمال الدولة في الرقابة على العاملين في مجال الآثار، في مجال الآثار هذا. السبب الثاني عدم الوعي للشعب المصري إن الآثار دي تمثل تاريخ بلد، الآثار دي تمثل حضارة مصر كلها، والآثار هذه ليست للبيع وإنما ده تاريخ وحضارة. الأمر طبعاً يتضمن أيضاً تبع السبب الثاني إن الدولة ما لا تكافئ من يجد هذه الآثار، بل أحياناً يسجن وأحياناً يقبض عليه، وأحياناً بيبقى فيه مثلاً أعمال فردية من الضباط نفسهم، الضباط
ضباط شرطة الآثار لما بيتبلغ مثلا إن في حد عنده آثار أو هو يروح يبلغ فبيهدده، إما لف لك قضية بيها يا إما تسيبهم، ممكن حتى الضابط نفسه ياخدها ويبيعها، الضابط نفسه، لأن هي أصلا ما وصلتش للجهة الرسمية وما تسجلتش، فيهدده إنك أنت يا إما تسيبها يا إما أحبسك وأعمل لك قضية، ما بيدفع غرامة وبيتحبس بالعشر سنين والكلام ده كله. فالراجل اللي بينقب على الاثار من الشعب المصري اما انه ما بيبلغش الشرطه عن الاثار اللي يجدها، وبالتالي بيتواصل مع ناس بيبقوا رجال اعمال، بيبقوا ناس معاهم فلوس كتير، بيبقوا ناس من بره زي مثلا سفير الامارات اللي كان في مصر وشغال القصه دي، ويبتدي بيعها وتهريبها من مصر، وهو بيضطر ان هو يبيعها لان هو لو راح سلمها للشرطه او بلغ الشرطه مش هياخد ابيض ولا اسود ولا هياخد اي مكافأة ولا اي شيء، بل ان هو مثلا بيبقى خايف يتعرض للسجن. فهنا في عملية ترهيب من القوانين، المفروض ان في قوانين تسن لمسألة التنقيب ولمن يجد الاثار، قوانين تسن ياخد 10% 15% 20% من قيمة القطعة ويسلمها للدولة، والدولة طبعا هتكسب كتير جدا جدا من هذه الاثار، وهو تاريخ. فهو اصلا بيخاف، يعني هو حتى لو حتى ما حدش هيدي له فلوس هو بيخاف انه يتحبس، بيخاف انه يتغرب، وبالتالي بيبقى فيه اصلا من الناس، يعني زي ما بقول لك حاميها حراميها، يعني بيبقى مثلا من الضابط المخول بحمايه الاثار هو ممكن ياخدها ويبيعها بطريقه يعني مستفزه جدا، وما حدش بيعرف عنها حاجه ولا الدوله بتعرف عنها حاجه، ويتم تهريبها. دي اسباب كبيره جدا. وانا عملت حلقه تقريبا من سنه او من 6 شهور تقريبا مش متذكر عن هذه المساله، قلت الحل انكم انتوا تعملوا قانون للذي يجد اثار، وانا في بلد يعني الجبل بتاعها فيها اثار وفي ناس كتير قوي بتنقب وبيجيبوا ناس ينقبوا، ولو حصل الحاجه دي مثلا بيتم بيعها في السوق السوداء، ما بتروحش الدوله، وده يعني عدم وعي الدولة المفروض تقوم بيه في المدارس وتقوم بيه في الإعلام وتتكلم عنه وتأمن اللي بيجي. يعني واحد مثلا بيبني بيته، ده حدث أكتر من مرة، واحد بيبني البيت فبيبقى يفحت أساسات للبيت فبيجد يعني آثار، يعني كثير، يعني أنا سمعت كثير من وجد آثار هو بيبني بيته، فهو أصلا بيخاف. يعني أنتم المفروض يبقى فيه أمان لمن يجد هذه الآثار. فمسألة الترهيب للمواطن وخوف المواطن حتى لو لقى آثار، بعيدا عن انه عدم الانتماء، لا هو منتمي للبلد بس برضه خايف كمان على نفسه، خايف من السجن، خايف انه وراه اولاد، طب يعني فاهم ازاي؟ ومش هيستفيد شيء، لا ممكن يلاقي حاجه زي كده تغنيه طول العمر، يعني احيانا بتتباع حاجات بملايين، يعني بما تنسات صغير كده بتتباع بملايين، يعني فاهم؟ فدي برضه الدوله الشغل كله على الدوله. ناتي لمساله ان هذه الاثار المسروقه من ناحيه الامارات. الاخ البحريني قال لك ان الامارات لم تسرق شيئا، لا سرقت يا استاذ. اقول لك ليه سرقت؟ بس سرقت لانها اصلا لو خرجت عن طريق موظفين او مسؤولين في الدوله اكيد لم تخرج باوراق رسميه نابعه من الوزاره نفسها. انت فاهم ازاي؟ يعني باي طريقه خرجت؟ لو انها اصلا خرجت بطريق اوراق وختم وطريقه رسميه نقول الامارات ما سرقتش. طيب لما تكون خرجت ان في مسؤول هرب او مسؤول اعطى الامارات وباع هذا الشيء للامارات، صحيح. طيب الامارات هل حرصت على ان هذا الشيء يكون رسمي؟ ما حرصتش. يبقى اذا هي شريكه في السرقه، يعني هي بل هي ممكن تكون اغرت هذا الموظف واغرت هذا المسؤول بمبلغ ضخم وقال لك انت الفلوس، زي بعض الناس يقول لك ايه الفلوس هتروح للدوله، انت هتستفيد ايه اللي في جيبك انت احسن، بدل مثلا الدوله يروح لها 1000 جنيه لا انت خد 500 حطهم في جيبك، لانك انت مش هتاخد ايه، مش هتاخد على الحاجه دي فلوس، فانت كده كده موظف عند الدوله. طبعا ده يعني احيانا يعني بيبقى ناس فقراء، احيانا بيبقى ناس حاجه بتجبرهم يعملوا كده، او يعني طبعا مش بخلق مبرر لحد، بس انا بقول دي كلها بتبقى مغريات والشيطان بيلعب بيهم وبيفتنهم، وطبعا المال معروف فتنه. فالامارات لو ان وطبعا يعني اشتهر وانتشر عن السفير الاماراتي في مصر ان هو كان بيروح يزور الصعيد وبيتقابل مع ناس اللي بيفتش على الاثار وبينقب عن الاثار، طب هو ليه بيروح هناك؟ وليه بيتكلم في الاثار؟ وهذا الكلام طبعا مش جاي من فراغ، اكيد هم شركاء في هذه السرقه. فالامارات زي ما بقول لك ما خانتش، لا سرقت. الامارات سرقت الاثار، هذه الاثار لو هي طلعت بطريق غير مشروع. ايه الطريق غير المشروع؟ يعني مش بجهه رسميه، مش عن طريق الوزاره، مش عن طريق الدوله. طب مسؤول اداها لهم يبقى كده بطريقه رسميه؟ لا مش بطريقه رسميه. لان احنا طيب في حاجه ثانيه، احنا ممكن نقول
الاماراتي من اخذت هذه القطعه من من؟ يقول ما عندناش مشكله يعني، فاهم ازاي؟ فهو ممكن يكشف العصابه اللي شغاله في مصر يعني، يعني يا اما انت شريك في هذه السرقه، اصل انت مش هتقدر يعني مثلا لو الموضوع دخل قانوني وكده مش هتقدر تثبت ان دي بتاعتك. انت جايبها منين؟ متاجرها مثلا من فرنسا، هتقول طب انت جايبها منين؟ ما عندكش اوراق. ولو هذا الموظف في الدوله هربها وادالها مش ممكن يديك بيها مستند. طيب انت معاك مستند بهذه الاثار عشان تبقاش حرامي؟ لا طبعا. لو معاك مستند طلعه، زي ما الدكتور طه حواس كده بيتكلم، زي حواس بيتكلم، انت قول والله انا معايا مستند اهو من وزاره كذا ومعبر كذا وطالعه رسميا من كذا. ممكن تطلع تهريب من المعادن اذا كان طيران او 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 بحري او بري عادي جدا. لكن لا، الامارات شريكه مع المسؤول المصري اللي هو هذا الحرامي الاخر، فكلاهما سرقوا، فكلاهما سرقوا، تحمل الامارات المسؤوليه. وكونها ترجعها ترجعها، مش بمزاجها ترجع او ما ترجعش. يعني اصلا مش سرقه تاريخ الناس واثار الناس بالفلوس، لا طبعا. وبعدين يعني هي اصلا معروف اثار مصريه، يعني معروف يعني هي مثلا اثار يعني الاماراتيه، ما الفائده تستفيد منها سياحيا وكده وكده؟ ماشي، ما انت ممكن تاخدها بطريق مشروع وتقعد عندك، ما عندناش مشكله يعني، فاهم ازاي؟ بتاخدها ايجار مثلا. وبطالب يعني ان اي حد يتكلم في هذه المسائل يكون منصف. فانا متفق معاك، في مسؤولين لازم يتحاسبوا في مصر، في ناس. واحنا قلنا الاسباب، اسباب ان هم ممكن يهربوا ويسرقوا، المواطنين اللي هم بيلاقوا اثار بالصدفه بيفحطوا بيلاقوا، ما يقدروش يروحوا الشرطه يبلغوا عنها لان هم مهددين بالسجن ومهددين بالغرامه، واحيانا بياخدها الضابط نفسه، ممكن يكون الضابط ده ما عندوش ضمير، من غير ما توصل ومحدش يعرفها هو بياخدها وبيتفاهم مع المواطن، فهي اصلا شركاء مع بعضهم. فاحنا عايزين توعيه وعايزين قوانين صارمه وقوانين ايضا محفزه، يعني صارمه على من يقع في الخطا في هذه الاثار وهذا التاريخ وهذه الحضاره، ومن يتجاوز يعني يعاقب عقاب شديد جدا جدا. وايضا عايزين قوانين محفزه للبحث عن هذا التاريخ وهذه الحضاره وهذه الاثار للمواطن نفسه او حتى غير المواطن. انا هنقب، عارف نفسي انا مثلا لو لقيت هسلمها، هاخد مبلغ محترم يعني عايشني كويس، واخد بالك؟ مش هبقى خايف. فقانون يؤمن المواطن الذي يجد اثار حتى يذهب ويسلمها للجهات المختصه، وكمان قانون رادع لمن يقع في مخالفه ليتكشف يتحاسب حساب عسير. هذا هو اللي احنا طالبينه. اما الامارات فهي شريكه في السرقه يا استاذ البحرين، شريكه قولا واحدا، ما فيهاش نقاش. انت بتطالب بمحاسبه المسؤولين اللي هربوا الحاجه دي من مصر. انا معاك لازم يتحاسبوا. تقول لا، بعد ما يحاسبوا المسؤولين بتوعهم يحاسبوا الامارات او ياخدوها من الامارات. طيب ما هو الامارات ممكن تكشف لنا هذه العصابه، وطبعا في سفير امارات كان بيعمل مع الناس دي. فانت تقول لا، لم ما خنبوهاش، او زي مش عارف بتقول انت ما سرقوهاش. لا، سرقوها بدليل ان السفير كان شغال هنا ويعني ومكشوف واتكشف واتفضح مع رجال اعمال مصريين، يعني شركاء مع بعض. فالامارات سرقت بالعكس، ان حتى رجال الاعمال دول مش على المستوى الرسمي. يعني احنا لو جينا نتكلم عن مصر والامارات ده كدوله كدول رسميه او كيان رسمي، لا، الامارات رسميا سرقت. لكن السفير الاماراتي في مصر يمثل الامارات وتعاون مع رجال اعمال واتقبض عليهم مقبوض عليهم حاليا، وكانوا شغالين في الاثار. يبقى الامارات رسميا سرقت وتعاونت مع ناس غير رسميين. فلو ان الامارات تعاملت رسميا مع مصر كوزاره السياحه كوزاره الاثار، يبقى هتاخدها بطريق مشروع، يبقى ما سرقتش. يبقى انت منين بتقول ما سرقتش؟ لا، سرقت. هذه واحده. اما الاخرى فكونك انك انت قلت ان مقبره توت عنخ امون هي ملك لواحد انجليزي، انا مش عايز اقول لك انت يعني لا اكذبك ولا اصدقك، لانني انا بحثت، لان انا لا علم لي بهذه المساله، انا اول مره اسمعها. لكن انا بحثت عن هذه المساله لم اجد اي دليل على كلامك، فيا ريت انك انت تثبت كلامك بالدليل وتحط الرابط عندك في القناه بتاعتك، او يعني تجيب الدليل وتقرا لنا او نعرف اصل هذه القصه، لان انا بحثت ان اصلا توت عنخ، انت قلت ان هي اكتشفت في 1900 في الاربعينات، لكن لا، مقبره توت عنخ امون
اكتشفت سنة 1922، واللي اكتشفها واحد اسمه حسين عبد الرسول من صعيد مصر، وده راجل يعني اكتشفها بالصدفة يعني، فاهم ازاي؟ وابنه حكى هذا الكلام سنة 2017 على التلفزيون المصري. فيعني هذه القصة يعني اعتقد يعني لو انك عندك دليل قاطع فيها اعطونا. والحاجة التانية، مش كون ان البريطاني مول استخراج المقبرة ان هو يمتلكها، هذا كذب، هذا ما ينفعش. تمويلها شيء وامتلاكها شيء اخر، فهذه ملك، ما فيش حد يعني في مصر يملك ان هو يملك احد غير الدولة يعني، يعني فاهم ازاي انت؟ ما فيش حد يملكه تاريخ عشان خاطر ان هو مول هذه الصفقة في التنقيب، او التنقيب عن المقبرة. والمقبرة اكتشفت في العشرينيات، في 1922 بالتحديد، ومكتشفها واحد عادي جدا من المواطنين اسمه حسين عبد الرسول. وانت بتقول انها اكتشفت في الاربعينيات، ممكن يعني اكتملوا الحفر والتنقيب يعني استخراج بقيه المقبره، فممكن هذا الكلام. لكن ان كون ان هو يمتلكها وهي ملك له، اعتقد هذا الكلام عالم تماما عن الصحه وغير صحيح، ويحتاج الى دليل منك. يعني المقبره موجوده في مصر ولا احد يمتلكها، يمتلكها فرد، انت فاهم يعني ايه يمتلكها فرد؟ كان ممكن ياخدها ويمشي، او يعني ممكن كذا او حسب. المهم ان انا عايزين منك دليل حتى يعني لا نقول عنك انك كذاب في هذه المساله، وانت تقول انا قصدي من المصريين ومش قصدي من المصريين. خلينا من كل اللي انت بتقوله، يعني احنا نعلم تماما ان هذه مساله الاثار في مصر فعلا تحتاج الى صاغه قانون شامل كامل فعلا يحمي الاثار من التهريب، ويحميها ايضا يعني يحميها من العبث بها ايا كان من مسؤولين او موظفين او الى اخره، من رفع درجات رفع رواتب الموظفين. واحنا وصلنا لتكنولوجيا التصوير والتدوين، وكان المفروض ده يبقى مدون. فاحنا عايزين فعلا الدوله المصريه تضع قوانين رادعه لمن يخالف، وقوانين محفزه لمن يجد هذه الاثار حتى لا يبيعها في السوق السوداء. اما الامارات يعني اذا كانت اخذتها بطريقه غير شرعيه فسترجع الى مصر، شاء من شاء وابى من ابى. الامارات شريكه في السرقه، الامارات يعني سرقت هذا بالتعاون مع الناس داخل مصر، والسفير الاماراتي خير دليل واقوى دليل على ان الامارات اصلا تسرق، وحتى تسرق الذهب السوداني. والامارات مشهوره يعني بغسيل الاموال والقصه دي، لا ما علينا، موضوعنا مش موضوع الامارات خالص يعني. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.